رئيس الأمن وحماية أرواح وممتلكات جميع أهالي المدينة دون تمييز. وأشار السياسيون والمواطنون إلى أن قوات البيشمركة تمتلك قدرات قتالية عالية وذات تجربة تمكنها من مواجهة أي استهداف من قبل الجماعات الإرهابية، مضيفين أن مدينة كركوك تنعم بالأمن والأمان في ظل تواجد قوات البيشمركة فيها. يشا خالد وتفاصيله. أعرب سياسيون ومواطنون تركمان عن تأييدهم المطلق في انتشار قوات البيشمركة في كركوك عقب ترك قوات الجيش العراقي مواقعها وانسحابها بشكل مفاجئ، معتبرين قوات البيشمركة السور المنيع والحصن الحصين لكافة مكونات كركوك دون تمييز من اعتداءات الجماعات الإرهابية. انتشار قوات البيشمركة في كركوك يبعث الأمان والطمأنينة في قلوبنا نحن التركمان، ولا ننسى عملنا في المعارضة جنبا لجنب مع الكرد وخاصة الاتحاد الوطني الكردستاني، وكان الكرد دائما المدافعين عن حقوق التركمان. نشكر قوات البيشمركة والكرد على مواقفهم للحفاظ على أرواحنا وممتلكاتنا، ولولا البيشمركة لكان الإرهابيون يدمرون كركوك مثل محافظات الموصل وصلاح الدين. المواطنون التركمان أكدوا في تصريحاتهم أن كركوك وأهلها تعيش في حالة من الأمن والاستقرار في ظل تواجد قوات البيشمركة في كركوك وحرصها للدفاع عن أرواح وممتلكات المواطنين في كركوك. بيشمركة والمصائد اشتا وضع برضه سيطرات والأرض، بس بيشمركة قال حماية. لولا البيشمركة لكان الوضع الأمني في كركوك غير آمن، ولكان وضعنا مثل الموصل وصلاح الدين. نعيش اليوم بأمان وسلام في كركوك في ظل تواجد قوات البيشمركة. بزم بيشمركة جرمخ بزم تشارجيت بزم سبع أطراف ألمخ بير خير بير شهيدة. نحن الآن في أمان أكثر بعد وصول قوات البيشمركة إلى كركوك، وهم مبعث فخر لنا، نحييهم ونطلب منهم عدم ترك كركوك أبدا. بيشمركة جرمخ طبعا حفص من لا تم مصالح ده. تواجد قوات البيشمركة في كركوك في مصلحة كافة مكونات كركوك، فهم أفضل من الجيش الذي انسحب من مواقعه، فنحن نعيش في أمان وكرامة في ظل تواجد البيشمركة. شاكي أبداً يتهب يبقى تشمال شوز عرب تلتلفة بيشمركة حبسي سيدة. نؤيد تواجد قوات البيشمركة بشكل مطلق، لأن تواجدهم في كركوك أمان لكافة المكونات، والكرد دائماً لديهم مواقف طيبة لا ننساها وخاصة مع التركمان. الله يحفظ قوات بيشمركة. حالة من الارتياح والطمأنينة تسود الشارع الكركوكي عقب انتشار قوات البيشمركة لحماية أرواح وممتلكات المواطنين فيها دون تمييز. يشار خالد، فضائية كركوك. نفت مصادر عديدة من داخل ناحية جلولاء التابعة لمحافظة ديالى الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام مختلفة